المتجول في شوارع مدينة وهران هذه الأيام يرى حركة عادية لم تشهدها الولاية منذ بداية انتشار الوباء. فالأسواق مكتظة ومراكز البريد تعج بالمواطنين. النتيجة تضاعف عدد الإصابات على مستوى الولاية إلى 3 مرات مقارنة بشهر ماي ليصل إلى أكثر من 2000 حالة. راه عندنا انا فلو تاع المرضى بزاف، لو كوفيد راه بزاف، والناس اللي راهي تجي للمستشفى راه في تزايد كبير كبير كبير. كورونا سي فري فو بارلي دان فيروس سي اون غريب، مي سي اون غريب كي ميستيريوز ايل توش تو لي زورغان و لي زورغان يفو فوار كومو اي سون لي مالاد في لي كوفيد. اروحوا تشوفوا بعينيكم تما تعرفوا واش معناتها لو كورونا وتما تعرفوا واش معناتها لو كوفيد. بان الارقام راهي في تزايد منذ قرابة أسبوعين. احنا كنا رابطين هذا التزايد بالعيد الفطر والمغافرة وكل الشيء اللي جاوزوه المواطنين، لكن الحالات راهي تزيد حاليا، وهذا دليل على تلاشي المواطن، لأن الأرقام مؤكدة المواطن هو اللي يتحكم فيها. الفرق الطبية ومع تزايد عدد الحالات يوميا تتعرض للإرهاق النفسي والبدني، خاصة مع استهتار بعض المواطنين واتهام بعضهم الأطقم الطبية بالتقصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني 30 ثانية تقيم انتيا يعني قطع صحة، هذا الطبيب اللي حوس عليه في الفيديو يقول لك وراه الطبيب ولا وراه الممرض، هذا الطبيب ما عندهش الحق باش يفطر، ما عندهش حاجة يروح للمرحاض، ما عندهش الحق يعني في 30 ثانية الناس تخرج تروح تخلص ويعطي لابافات اللي موراه بيلبسها. اسكو الصحة عندها دور في هذا؟ ما عندهاش دور في هذه الصحه، لازم كاع الناس تشارك. اسكو الصحه عندها دور يعني في البيس اللي يرفد 100 بلاصه ويعني حتى واحد ما داير لابافيت؟ اسكو الصحه عندها الدور تاعها؟ اسكو الصحه هي اللي تروح عند كوميرسو وتشوف الناس يعني دابزين عند بولونجي ولا عند اللي يشري المواد الغذائيه تشوف لاش معمرين عليه حتى واحد ما داير لابافيت؟ هذا هو دوك تشوف الصحه سي لا كونسيكونس تاع اللاوعي. وفي ظل استمرار تهاون بعض المواطنين وعدم احترامهم للتدابير الوقائية تتزايد عدد الإصابات اليومية، ما يعقد من مهمة المختصين في حصر انتشار الوباء وزيادة رقعة انتشاره.